صدق محمود درويش حين قال: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. تابعنا التقرير السابق من مدينة غزة التي شهدت أعتى حروبها، لكنها ما تزال تقاوم وما زال أهلها ينشدون الحياة. لكن كيف يأتي رمضان على غزة وأهلها؟ للحديث أكثر عن خصوصية هذا الشهر خلال الحرب نستضيف معنا عبر الزوم ديما أبو سليم، وهي متطوعة في وحدة إدارة الكوارث لجمعية الهلال الأحمر، للحديث أكثر عن الأوضاع في قطاع غزة. يسعد مساكي وأهلا وسهلا. السلام عليكم. عليك السلام، أهلا بك يا ديما، وكل عام وانت بخير، رمضان الكريم. وبالطبع يعني هذا ليس رمضان الأول الذي يعيشه أهل غزة في حرب، لكن الذي يعني نود أن نعرفه، ما الذي يختلف فيه رمضان هذا العام عن بقية الأعوام الماضية؟ العام هذا هو العام، يعني إحنا اليوم ندخل بالشهر السادس من هاي الحرب، وهم أصلا شبه صايمين، فهو هذا أهم فرق. إحنا لليوم بنحكي عن 6 شهور من هاي الحرب، 6 شهور من التعب، من الألم اللي بيعيشه الشعب في قطاع غزة. فبالتالي هو مش الأكل أو الشرب هو اللي فارق مع الغزاوي، على قد ما هو فارق مع الأجواء اللي كل الدول وكل الأسر وكل بيت قاعد بيعيشها إلا هو. طيب، من خلال متابعتك للأحداث في قطاع غزة، أوصفي لنا كيف هو يعني الوضع الإنساني اليوم بالأخص خلال شهر رمضان. الصراحة أنا مش راح أقدر أوصف بشكل دقيق إيش اللي قاعد بصير في قطاع غزة، لأنه أنا مش هناك ولا عايشة إحساسهم، بس أنا كمتابع وكفرد من أفراد قطاع غزة وأهلي هناك وأحبابي هناك، بكل حزن وبكل أسى بقول لك إنه هم اليوم بيمروا بأصعب فترة بحياتهم. هذا رمضان عمره ما راح ينتسى. أنت بتحكي عن وجبة إفطار، يعني هي أصلاً ما بتنفعش للإنسان العادي، فما بالك للإنسان الصايم المحتسب. يعني أنا يعني مش عارفة شو أحكي، ولكن غزة حقيقة بتعلم دروس إيمانية قوية، بأنه يعني رغم كل اللي قاعدين بنعيشه هم أصروا على الالتزام بحق يعني رب العالمين، أعطوه حقه. يعني شهر رمضان هو من العبادات الوحيدة اللي ربنا أقر فيها أنه هي لإله، باقي العبادات هي تقرب لله عز وجل. يعني فتخيل انه الغزاوي رغم كل اللي هو بيعيشه هو اليوم قاعد بيأدي هاي العباده وبيأديها بكل حب. فيعني ما فيش كلام يوصف، ما فيش كلام يوصف. احنا اليوم بنحكي يعني لا عاجزة اللغة عن وصف اللي احنا قاعدين بنعيشه كبرة غزة، فما بالك اللي جوا غزة. طيب ديما، يعني زي ما قلتي احنا بندخل بالشهر السادس وتقريبا في انذار بالمجاعة منذ أشهر، شهر رمضان سيأتي على الناس، وهم أيضا يعني في السابق لم يكونوا يتناولوا إلا وجبة واحدة أساسا إن توفرت، فكيف يستطيعون الآن توفير هذه الوجبات، السحور أو حتى الفطور، أم أنها وجبة واحدة؟ هل دخلت بعض المواد الغذائية؟ ما الوضع بالضبط في هذا المجال؟ الوضع جدا سيء. المتواجد بالسوق هو عبارة عن معلبات، يعني هي تعتبر طعام جاهز في مواد حافظة تسبب أضرار في اليوم العادي، فما بالك أنت الأشخاص بيتناولوها لهم 6 شهور. احنا بنحكي عن امراض اصلا يعني حتصيب الافراد في قطاع غزه من غير الحرب، من غير الصواريخ. فانت اليوم بتحكي عن وجبات اصلا هي يعني مش صحيه، فما بالك هو بياخذها كصائم بيكسر فيها صيامه وهو له فتره طويله مش ماكل. بالنسبه للمساعدات، يعني اكيد انتم تبعتوا فكره الانزالات اللي كانت بتنبعت، وهي اصلا كمان عباره عن وجبات سريعه مضغوطه معلبه، يعني مسكرة بطريقة علشان الحفاظ على جودتها، ولكن الجودة واللي بتقدمه كفائدة صحية للإنسان هي كتير سيئة وكتير ضئيلة. أنت بتحكي عن جسد منهك له 6 شهور، يعني هذا بده إعادة، يعني إعادة من هيكلية صحية لإله. فإحنا اليوم بنحكي عن هي أصلاً كمان المساعدات اللي كانت بتروح هي يعني لا تغطي صفر من احتياج اللي بيحتاجه قطاع غزة. فيعني هذا يعني نتمنى انه هذا يكون كله صبر، يعني اجر لهم عند الله عز وجل بإذن الله.
طيب استاذه ديما، احنا كمان شفنا رسائل من قبل ناشطين على وسائل يعني وسائل التواصل بتتكلم على عدم نشر ما يخص بصور وموائد يعني رمضان، انت ايش رايك بهذا الموضوع او هذا الجانب؟ حقيقة أنا كرأي شخصي أحيي هذه الفكرة، يعني أنا لا أوافق على نشر صورة لطفل تحديدا بيتم إعطائه مساعدة أو طعام وهو مفروض منه أنه هو يبتسم. هاي متطلبات أساسية لأي إنسان في العالم. أنت اليوم لما بتعطيه متطلبه الأساسي مش مفروض منه أنه هو لا يضحك ولا يبتسم ولا يكون منيح، هذا أصلا الطبيعي. أنا أرفض تماماً بعد 6 شهور بعد ما تفرج علينا كل العالم إنه إحنا نقولهم كمان في رمضان إحنا تعبانين وبنواجه جوع وألم وحصار يعني ليش العالم يشوف هذا الشيء؟ يعني هو له 6 شهور بتفرج شو عمل؟ فأنا أحترم الفكرة اللي هو عدم نشر أي شيء، ويكون في خصوصية للغزي. يعني الصراحة صار مستباح بفكرة إنه شو احنا بنعمل لهم، شو احنا بنسوي لهم، هذه كلها دعايات سوشيال ميديا. وصار الغزاوي يشعر ب يعني هو شعب ذو كرامه، صحيح يعني فيجب ان لا تمتهن كرامته بهذا الشكل. الكرامه نعم، فأنا أحيي هذه الفكرة. طيب الصراحة هي شيء مبتذل. ديما برأيك يعني وأنت بعيدة وبتشوفي كيف وضع أهلك هناك، ممكن تنورينا إحنا والسادة المشاهدين كيف ممكن مناصرة إخوتنا في غزة ونحن بنشعر بالعجز؟ في شعور بيقتل الإنسان بالعجز حقيقة. أسير يعني الصراحة اليوم إحنا بنحكي إنه إحنا محتاجين معجزة من عند رب العالمين. ما فيش اي شيء بيقدر يعمله اي حدا. احنا لنا 6 شهور اليوم، ما فيش شيء نقدر يعني اللي بده يعمل عمل من الاول. احنا اليوم مسلمينها لايد رب العالمين، نحن في قطاع غزه ننتظر المعجزه من الله حقيقه. اذا واجبنا الدعاء للاسراع بهذه المعجزه. ديما قلوبنا معكم ومع اهالينا في غزه. شكرا. ان يفك الله حصارهم وان يمن عليهم بالنصر والفرج باذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك ديما، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقه.